بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق رب العالم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمعراج حق وسلم وعرج بشخصه في اليقظه إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، هكذا الفؤاد ما أوحى. المعراج حق يجب الإيمان به، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وأشارت إليه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، امتحانا للناس. الرؤيا هي رؤية الله تعالى ليلة الإسراء وغدا كما ماضيا في الأمس. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، يعني بذاته، هذا هو الذي وضح بشخصه، بشخصه شخص ذات الإنسان، في اليقظات يقظة ليس نوما، إلى السماء ثم إلى حين العلا، في مكان لا يعلمه نبي ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأكرمه الله بما شاء. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أره إلا أوريته ليلة الإسراء. هنا يشكل على بعض الناس القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ويتناكرون في شيء لا فائدة فيه. هذه همومات، وردت نصوص عامة في هذا. فبعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من العلماء، ومن أنكره أيضا لا يعد كافرا الحمد لله، لكن إنكاره أيضا خطير جدا وغريب جدا. فقالوا إن النصوص إذا تعارضت ظواهرها وجب الجمع بينها. سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم بن مراق السعود نفعنا الله ببركاته قال: والمتن وهذا يقول: والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين. والعراقي رحمه الله تعالى يقول: والجمع واجب متى ما أمكن، والجمع هذا والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافوا لا يتنافى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أره إلا أوريته، يعني عام. والله سبحانه جل جلاله وتقدس اسماؤه قال في كتابه المحكم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال في كتابه المحكم قبل سورة السجدة: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الإمام الصاوي إن هذا قال الحق، أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنا حتى علم تلك المغيبة، حتى مفاتيح الغيب الخمسة ما خرج من الدنا حتى علم. فالنصوص وظاهرها متضاربة، ولكن إذا رأت يعني عباقرة من العلماء يكون المؤونة، نرجع نحن العوام إلى أن نقول ونستمع إلى رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونتنحى عن الساحة، لسنا أهلا لذلك لا في العير ولا في النفير، لا في العير ولا في النفير. ونحن عندنا في العامية هنا في الحسان يقول: من وجد شواي ما ينحرق يديه، ما ينحرق يده، من وجد من يشوي به، من وجد شيء واحد يتولى عنه حفر النار فعليه أن يتركه ويتولى عنه. يعني هؤلاء العلماء هم الذين يصلحون لهذه الميادين وهذه المعارك، فخلي بينهم وبين هذه المعارك. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وخلاص تنحى. كل واحد لم يبلغ درجة ترشيح ولم يبلغ درجة الإمام السبكي والإمام السيوطي والإمام ابن حجر فعليه أن يكون عاميا كشيخنا المراقب الحاج وأمثاله، ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء عوام
مشايخنا ومشايخ مشايخنا عوام بالنسبة للجيل الذين قبلهم من الأجيال السابقة. وطبعا أنا ما سمعت المراد حاجة أقول، قلت بنفسي مطلقا ما قال قلت مطلقا. حمد الحسن هذا الخادم معروف أنه هو أعلم زمانه الآن يقول قلت ولا ما قال لي زغرق قد قال وكم قول له لا ينتقى، قال قلت ولا ما قال لي حتى تعلم أني لا ما قال لي حتى لا تعتقدني في العير ولا في النفير، قلت ولا ما قال لي زروق قد قال وكم قول له لا ينتقى. وعالم الوقت إذا هو استدل بالذكر والحديث ضل وأضل. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحوله. العوام هؤلاء الذين ينقلون كلام العلماء وهم علماء أزمنتنا هذه، وأما نحن فهؤلاء عاجزون عجزا. نعم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، والآية تدل أوحى إلى عبده ما أوحى، هذه صيغة عمومية في حالة المن. وآيات المن قال العلماء لا يدخلها التخصيص، نصيغة لا يدخلها التخصيص، نصيغة مدح صيغة من لا يدخلها التخصيص. تخصيص معناها العمومية، العموم النصوص العامة بعضها يدخلها التخصيص وبعضها لا يدخلها التخصيص. فأوحى إلى عبده ما أوحى. محمد حبيب الله بن مياب رحمه الله تعالى كان في مصر، وأرسل إليه ابن عم له واحد وقاله في الواط واحد من بني رمضان، أرسل للأسف عفى الله عنه كان تحدى، أرسل إليه وقال أن يسأل علماء فاس وتجاوزه، وهو بنفسه في شرح زاد المسلم قال لم يوجه المسألة إليه، وكان هذا خطأ، كان ينبغي أن يوجهها إلى محمد حبيب الله. المهم هذا الشيء آخر. المهم سأل أحبار فاس وعجزوا عن الجواب، فأرسل إلى محمد حبيب الله بن ميابة في مصر وقال بنفسه، قال كانت لدي مكتبة وافرة ومن الله علي وفتح لي الباب. قال أن سأله عن قول الله تعالى سبحانه جل جلاله، يعني هذا في قول الله تعالى في عن العسل يخرج من بطنها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، هذه عموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المبطون قال له صدق الله وكذب بطن أخيه، وهذا يفيد الشخصية، يفيد أن كل شخص لم يشفيه المرض لم يشفيه العسل غيره صحيح، أن كل شخص يشفيه العسل. قال هذا عموم، وكيف العموم؟ العموم فقط ظاهر في العموم، ليس أنه يعم كل فرد على التخصيص. قال لم يجد لها نصا، فرجع إلى كتب التفسير فوجد أن الآية سميت سورة الامتنان. قال أن 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 الامتنان لا يدخل التخصيص، فذلك قال مصداق لقول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، قال على التخصيص معناه كل مرض يشفيه العسل. أنا كنت قبل تقريباً 50 يعني تقريباً 30 سنة كنت مع المرابط الحاج رحمه الله تعالى، وجدته بعسل، وكانت أختي مريضة رحمه الله تعالى بمرض السكر، فأتيته قلت له يرقيها، فقال عندك العسل؟ قلت له الأطباء قالوا فيها السكر، قال كذبوا، كل مرض يشفيه العسل، قال كذبوا. معناها آيات الامتنان لا يدخلها التخصيص، ومعنى المتون بسيطة جدا، هي تعارضت ظواهرها والعلماء جمعوا بينها، نحن لا نحتاج إلى تعمق فيها. نعم. وأوحى إليه ما أوحى، كما قال تعالى فأوحى إلى عبده، هذا الإمام من أئمة السلف قال فأوحى إليه ما أوحى، إشارة إلى الآية أن الله تعالى أوحى إلى عبده الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. قال الإمام العز بن عبد السلام ويلقب سلطان العلماء، قال إذا نظرت بين قول الله تعالى في حق موسى عليه السلام وهو من أولي العزم وقوله في النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، نظرت إلى فرق عجيب جدا. فالله تعالى خاطب نبيه موسى عليه السلام عندما وصل إلى الوادي المقدس، قال أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر وخر موسى صعبا. وإذا نظرت إلى قول الله تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى،
حتى ما تغيرت رؤية البصر، ما مال يمينا ولا شمالا، حالة عادية رحلة طبيعية، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الله سبحانه جل جلاله بدون مكان ولا زمان. هذا فرق قال كبير جدا عندما ترى، عندما ترى الفرق. ذاك قيل له اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي آية ولا حديث أنه أمر بخلعنا عليه. ولذلك يقول الإمام يوسف النبهاني على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الخلق تحت نعاله، لدى الطور موسى نودي يخلع ومحمد على العصي لم يؤمر بخلع نعاله. ويقول العارف بالله تعالى البراعي يقول العلا ليلة الإسراء نعلاه، راحي وراحة روحي أنت أنت فما ألذ ذكرك في قلبي وأحلاه. إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإن عبدك آقته خطاياه، وكلنا منك راجون الشفاعة من هوى أطعناه أو حق أضعناه. نعم. وعرج بشخصية ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وكرمه الله بما شاء أعطاه ما أعطاه، كان يتخيل ذلك صلى الله عليه وسلم، ما أعطي ليلة الإسراء لم يتخيله من قبل. نعم. قال الإمام حاوي وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق، يجب الإيمان بهذه المغيبات كلها. الحوض هو الكوثر الوارد في القرآن العظيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. حوض ونهار متصل بالجنة وتشرب منه الأمة. اختلف العلماء الحوض مختص به النبي صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي الحوض. اختلف العلماء هل هو بعد الصراط أو قبل الصراط، وفيه خلف كما قال المقري هل به الهادي انفرد وهو الأصح أو لكل مرسلي حوض من العذب الرحيق السلسلي. وكونه بعض الصراط مختلفه وبعض بالتعدد اعترف، بعض العلماء قال هو حوضان، واحد قبل الصراط وبعده، ولكن ظاهر الأدلة أنهم يشربون منه وبعد ذلك لا يظمأون، وما بعد الصراط وما قبل الصراط فيه ظمأ. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها له حق. الشفاعة الكبرى يجب الإيمان بها، وهي مركز التعظيم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يجتمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، كما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وكما قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى، تجتمع الخلائق كلها إنسان وجنا، وتنزل ملائكة السماء الدنيا، ويقول المفسرون إن دائرة ملائكة السماء الدنيا تعم والجن، يعني صف مراءهم يعني محيطة بهم، وكل سماء فوق السماء أكثر ملائكة من السماء، ويلجم الناس العرق، وترجع الناس من طبيعة الحال إن الناس إذا كان فيهم عظماء يرجع لهم، هذا طبيعي، هذا عادي، هذا عادي أن العامة ترجع إلى الأكابر عند الضيق، هذا طبيعي، هذا لا يعد شركا ولا يعد أيضا يعني أي شيء، لا يعد، هذا طبيعي عادي أن العامة إذا وصلت إلى محل ضيق ترجع إلى الأكابر ليحل لها المشاكل، فيرجع إلى أبينا آدم عليه السلام لأنه هو البشر، هو أبوه، فيعتذر عن ذلك. وبعض من يتجرع على الأنبياء يقول هناك أمور لا تليق، يعتذر لا بد أن تفهموا أمور سيئة مقرب، يعتذر آدم عليه السلام بأمور أنه أكل من الشجرة وكذا، لكن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأيضا النتيجة من هذا كله إظهار لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع حتى يرجع الكل إليه ويوجه له الشفاعة. حقيقة هي الزبدة، فيرجعون إلى آدم ويعتذر، ويرجعون إلى نوح ويعتذر، إلى أن يصلوا إلى إبراهيم فيعتذر عن ذلك، فيصلوا إلى موسى وإلى عيسى، فيرجعون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي الخبر يقول أنا لها مباشرة،
تكبيرا من قبل عسى أن يبعثك ربك مقام محمود فالخبر وكان عندك ما يحتاج إلى تنبيه الآن. عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وهذا المقام المحمود الذي يحمد به الأولون والآخرون ما يجتمع معه فيه أحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملجأ يوم الدين يوم لا ينفع مال وبنون، هذا حتى هذا قياس. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هل يمكنك أن تضرب الوالدين؟ إذا قالك لا تقل لهما أف كلمة تضجر، هل يأذن لك الله تعالى أن تضربهما؟ إذا كان الهول الأعظم الذي يعجز الأنبياء عن حل المشاكل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها مباشرة، فما بالكم بالدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذا نقص العقول، هذا نقص العقول، هذا يقال له فحوى الخطاب. فحوى الخطاب بأن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به. لا تقول له ما أفن ولا تنهرهما. هل قال لكم احرقوا أموال اليتيم؟ لا تأكلوا مال اليتيم. الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، معناها يرموها في البحر ويحرقونها. هذا غباء، معناها الأمور التي سكت الشارع عنها وهي أضعف من المنطوق أولى من المنطوق بالحكم. هذا يقال فحوى الخطاب كما نص عليه سيد عبد الله في مراق السعود وغيره من علماء. نعم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى، والحوض الذي أكرمه الله تعالى بإظهاره لأمته، والشفاعة التي ادخرها له حق يجب الإيمان به، والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، فينقذ الجميع من غمومي قد اعترتهم ومن همومي، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها. كما روي في الأحاديث الصحيحة، وكذلك الآية دالة على ذلك، فسأل يبعثك ربك مقام محمودا، فسره العلماء هذا المقام المحمود بالشفاعة الكبرى. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق هذا نحن كما قلنا ماضيا مركز الإيمان كله الغيب، لازم أن نعلم أن الغيب هو مركز الإيمان وهو محط الرحال. الله تعالى في سابق علمه قرر على بني آدم أن يأخذ منهم ميثاقا بتوحيده سبحانه وجل شأنه، كما قال في كتابه المحكم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخذ الله تعالى أرواح بني آدم من ظهر آدم وجعل فيها فهما وسألها ألست بربكم قالوا بلى. قال العلماء لو قالوا نعم لكفروا جميعا، لأن بلى يعني تنفي الاستفهام الذي ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا بلا شك. فمن بقي على ذلك العهد ولم يغير الله حاله صار مسلما، ومن تغير حال المؤمن أخذ عليهم العهد وقر الجميع بالتوحيد. وقال العلماء هناك أن أول من قال بلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يشير نياس إبراهيم نياس رحمه الله تعالى بقوله: أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور وربي به أسرى. هو أول ذاكر وأول مذكور، أول من ذكر في الأزل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ذاكر لله تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الله يؤتيه من يشاء، هو واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لكل أن يحبه سواء أينما كان. الاقتداء شيء والمحبة شيء، نحن لا يلزمنا أن نقتدي بكل شخص، ولكن لازم أن نقر له بما فيه من الخصال، يعني نقر له بما فيه من الخصال. إنكار الشاعر قال: وما عرف الإنسان عن فضل نفسه بمثل في كل فاضل، من الإنصاف أن ينفي الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. الفاضل إنما كان يعترف له بفضله، لكن قد يكون مغتر به، وكان يقتداء شيء والاعتراف لأهل الفضل بفضله. ما
مهما كان في الإنسان فضل فليذكر، كوننا نقتدي به ولا نقتدي به لك شيء آخر. ما عرف الإنسان عن فضل غيره عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل. وليس من الإنصاف أن يصرف الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل، ليس من الإنصاف أن تكمل نفسك بانتقاص الآخر، هذا من الإنصاف. مهم، أعطي لكل ذي حق حق فضل فضله، وأعطي لكل ذي مزية مزيته، والاقتداء شيء آخر، الاقتداء شيء آخر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.